عليكم. ما شاء الله يا جمهور العالمي. اوه الطقم الجديد صراحة والله طقم اسطوري. طقم النصر الجديد اسطوري ما شاء الله، لا قوة الا بالله. اليوم عندنا مباراة النصر والرياض على ملعب الاول بارك بين جماهير النصر، وبالتوفيق للفريقين. هل النصر حيستمر في مطارد الهلال في الصدارة ام للرياض كلمة؟ لايكاتكم واشتراكاتكم، نبغى نوصل المقطع هذا لعشرة الاف لايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ. مو معقول أوفسايد يا اخوان، دقيقة ما جات يا اخوان، دقيقة ما جات يا الله يا ماني، دقيقة ما عادت يا ماني. كنت حتسجل من اسرع الاهداف اللي بالدوري يا ماني. اوب 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 اوب. النصر ينظر للهلال في الصدارة ومستمر في مطارة الهلال في الصدارة. يا الله، اوه يا ماني لو تأخرت شوية، اوه يا ماني لو تأخرت شوية، لو والله كان هدف الاروع ومن اسرع الاهداف في الدوري كان حيكون. كريستيانو هذه الكره الاول، اوه ما شاء الله الانقاذ، ما شاء الله الانقاذ، والله توقعت هدف، والله توقعت هدف. كريستيانو ايش قاعد تقول؟ في يده ولا تجاوز الخط؟ ايش قاعد تطالب يا كريستيانو؟ تبغى بلنتي ولا تبغى هدف؟ ايش اللي تبغاه يا كريستيانو؟ نشوف هنا حتكون واضحه. والله حلوه من اوتافيو، اوه يا كريستيانو، اوه لا لا لا، بلنتي بس ما تجاوز خط. لا لا ما اتوقع انها تجاوز خط، بس بلنتي. نشوف هنا حتكون واضحه. لا لا بلنتي شوفوا يده. بلنتي هذا وكرت. تخيل لو ما حسب كريستيانو، اتوقع حيجنن اليوم لو ما حسب له بلنتي. يقول ما في لمسه يد، اوه مو معقول انا ما حسب بلنتي. شوف كريستيانو حيجنن يا جماعه الخير، بلنتي واضح. اوف لا 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 كذا كثير. اوكي انا اتحادي بس هذا بلنتي واضح، بلنتي واضح، هذا ما في نقاش حتى. يا حاكم ارجع للفار وشوف. ايوه ارجع للفار. قبل شوي الحاكم يقول لا ما في بلنتي، كيف ما في بلنتي؟ كريستيانو صلى على النبي وتعوذ من الشيطان. كريستيانو هدي هدي شوف بلنتي، هدي يا كريستيانو هدي. ها يلا خلونا نشوف. بلنتي ما فيها نقاش، بلنتي. تخيل لو الحكم يقول لا ما في بلنتي، والله الحكم والله لو يقول مو بلنتي كذا مره كثير. هذا بعد اللقاء مين حيسكته؟ هذا من مباراة الهلال هو مولع اصلا، والله هذا خوف الشباب يموت. والله كان الله في عونكم النصراوية. اكثر مباريات النصر هذا الموسم فيها حالات جدلية، كان الله في عونكم النصراوية، وبالذات كريستيانو، والله هذا اللي كان الله في عونه. كل مباراة لازم اذا في مباراة يقول لك بدع الحكم، ايش الهياض اللي فيك كريستيانو؟ والله المباراة دي انا خوفي كمان اسويها مرة ثانية. اوه اوتافيو طايح، جات الكورة قام لك انه في شيء، اوب بوب ضربة ثانية. اوه والله تدخل مرة قوي على اوتافيو، مرة قوي تدخل على اوتافيو. شوف كمباني كيف النظرات، وشوف ويطالع كريستيانو. اوب 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 ما شاء الله، ما شاء الله يا كريستيانو القذيفة، ما شاء الله يا القذيفة، مع انها مرة بعيدة ما شاء الله. ما اتوقع انه كمباني حيحافظ على مرماه. كريستيانو اليوم حيسوي سي، صدقوني المتعطش للاهداف، المتعطش للارقام القياسية والانجازات كريستيانو رونالدو اليوم حيسوي سي، صدقوني. يا جماعة الخير لابورت قاعد يهاجم، الكل في النصر قاعد يهاجم، باقي العقيد يطلع يهاجم عشان يسجل هدف. والله فرص كثيرة ضايعة للنصر، والله فرص كثيرة اهداف هذه، ما اقول فرص. الكرة من ساديو خطيرة. اخيرا يا كريستيانو، اخيرا يا كريستيانو، اعطيني السي سي. قلت لكم اليوم حيسوي سي يا كريستيانو. والله بعد محاولات اخيرا النصر يسجل هدف. انا اسف للمشجعين محبين الرياض، لكن النصر ضاغط من اول ثانيه في المباراه. والله ابطال عن رايك شوف بطرف القدم، شوف كيف هوب لمسه. الله يا الجوت، شوف بطرف القدم. الله عليك يا جود، ميسي زمان كان جود، خلي يولي ميسي. الله عليك يا رونالدو. والله كمباني حاول كمباني انه هذا المنظر ما يصير في المباراة، انه السي ما يصير في المباراة، لكن كمباني كان الله في عونك. النصر من امتع واقوى الفرق
هجوميا ياخذ دون دائما والله راعي واجب. اوض رايك الدون يقول رايك والله يا 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 الدون اقسم بالله انك كفو كفو كفو. رغم انهم سجلوا الهدف الاول الا النصر الى الان ما شاء الله ضاغطين ضغط عالي ضغط عالي جدا يبغوا يجيبوا الثاني قبل ما ينتهي الشوط الاول كمان ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف لعيبه النصر كلهم متراجعين ما شاء الله متقدم النصر ويبغى يجيب الثاني عشان يضمن انه الشوط الثاني يلعب على رايك. الله النصراويه الله العالمي اوه انا عالمي انا نصراوي. هذه خطيره هذه خطيره لو استغلها النصر هذه اتوقع هدف. خلاص خلاص رجعوا رجعوا كريستيانو تمويل البرتغالي البرتغالي الله الهدف الله الاسيست والله النهايه وتافيو. هذه راسيه مهاجم ولا لاعب وسط ما شاء الله رغم انه قصير لكن ما شاء الله بالراس يدخل ويسجل هدف. والله انا بعد ما شفت التراجع قلت اتوقع ما هو هدف لكن العالمي لكن العالمي لكن المتعه المتعه. شوف كريستيانو شوف مراحه شوف مراوح الله عليك شوف التسحيب والرفع الرايق ويجيك اوتافيو زميل البر زميل البرتغالي عفوا يحرز الهدف. الله يستاهل يستاهله النصر صراحه يستحق الهدفين من بدايه المباراه وهو ضاغط على الرياض وما في اي رحمه الان. شوف العزيمه شوف اقول لكم ليش ما في رحمه ضغط من اول. هذه العزيمه تعكسها رده فعل كريستيانو وحماسه والقوه اللي يبغاها. ايش دخل القوه يا عبد الله يعني اطلع شكرا لك. انت الشوط الاول بتقدم النصر بنتيجه هدفين مقابل لا شيء للرياض وعريس ونجم الليله الى الان كريستيانو رونالدو. لايكاتكم اشتراكاتكم الى ندي الشوط الثاني. اوه يا مرتده اوه يا مرتده مش كوره ليه 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 تأنن فيها غريب انه تأنن فيها. يحيى الشهري لاعب النصر سابقا كان فاضي. غريبه 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 اللقطه هذه. حلوه تلسكا حلوه ماني لا لا هذا في تمرين ولا ايش هذا ايش قاعد يسوي. هل خلاص ضمن الفوز بدات الاستعراضات والحركات. الله يا اوتافيو الله الله ما شاء الله لا بلغت فيها الغنام والله بلغت فيها الغنام والله كانت لقطة مرة حلوة كان حيكون هدف سينمائي. بلغت فيها الغنام كان حيكون لو جاء هدف من أجمل أهداف الجولة صراحة. الله ما بتسلل ماني مو متسلل سلامات سلامات ماني ما كان متسلل بس ايش حيحسب الحكم؟ اتوقع يكون فاول فاول لانه صراحه دخلت ماني فيها تهور كبير الصراحه. اللقطه دي صعبه الصراحه. اي ضغط ضغط لايك ضغط لايك صح؟ قولوا له يحسوكم ما ضغط لايك من اول ما ضغط لايك بس شكرا انك ذكرتني. اتوقع كمباني خلاص ما حيكمل كمباني ما حيكمل المباراه لانه تدخل ماني صراحه كان شويه قوي وهو مو مقصود وما نعتذر لكمباني. شوف شوف رجل ماني على شو 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 على فخذة وركبة كمبانيا. سلامات سلامات والله الكمبانيا نشكر ماني انه اعتذر والف سلامة والله الكمبانيا. لا يشوت لا يشوت لا تسيبوه اذا سبتوه حيفجرها. ما في اوفسايد ما في اوفسايد لا 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 لا, لا. يا كريستيانو تلسكا ايش بك ايش بك ايش بك مصدوق كريستيانو انت كل هجمة تبغى هدف ولا كيف؟ لا حبيبي لا تزودها. ايش هذا؟ هذول قاعدين يستعرضوا هذول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النصر ما يزال ما شاء الله يقدم أمتع كرة في الدوري ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أوفسايد 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 مو أوفسايد رونالدو إيش بدري يا حكم بدري يا حكم بدري من أول أوفسايد يا حكم. الله عليك يا جمهور العالمي من أول أوفسايد يا حكم. بس تلسكا كيف ضيعتها؟ والله اسيست مره كان حلو من كريستيانو. اوه بالغت بالغت الراسيه بالغت يا تلسكا والله بس حلوه. النصر يستمتع النصر يفنن النصر يمتع. الله عليكم يا العالمي. هي ماني ماني ما شاء الله ما شاء الله يا ماني صعب صعب تفتك منه كوره صعب منه تفتك كوره. اوه بوب 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 شفت تلسكا تلسكا توجه لماني لانه هذا هدف ماني كسره ترى سجلته هدف. ايش هو شكله ما استوعبه الان. العالمي يتسلطن يفنن يبدع يمتع يسحر. الله شوف ثقاب كريستيانو الله. بس شوف ماني ماني اليوم صراحه ماني اليوم مره بطل مره مبدع ما شاء الله
مشاغب في الجهة اليسرى ما شاء الله والله بطل. تاليسكا بكل حنية هدف. شوف تاليسكا شوف أنا نسراوي كيف بكل هدوء وبكل خفة يحرز هدف على الرياض مع كامل حب والتقدير والاحترام لنادي الرياض. حقهم من حقهم يفرحوا. أتمنى صراحة وأتمنى ما يزعل مني جمهور ومحبي نادي الرياض إنه مان يحرز اليوم هدف، لأنه مان اليوم ما شاء الله مبدع مبدع مبدع. الله الأسيست الله الأسيست. والله عليكم مصاب دوبه داخل مص. انت ليش سايب مصاب محاول احتياط؟ اوكي هو شكله مصاب بس الله مصاب من اول هجمه دوبه داخل الملعب اول هجمه بوب سوى اسيست هدف. الله في اوفسايد ولا شيء؟ ما في شيء ما في شيء. لا بورد كسر التسلل. الله الله تغييرات مدرب الرياض اثمرت الان. هل تاخر في تبديلاته؟ هل تاخر في تغيير وإنزال موسونا ورفاقه أهل الرياض يعود؟ أنا ما أتوقع مع كامل الاحترام والحب والتقدير للرياض ما أتوقع، بس نشكرهم نشكرهم نسجل هدف عشان المباراة تزيد جمال وإثارة. الله يا ماني أتافيو يعرض أتافيو يعرض أتافيو أتافيو يا أتافيو يا أتافيو حتى خلتنا أخذ اسمه. أوه لو عرضت يا أتافيو. الله جمهور العالمي الله يديم أفراح جميع الأندية السعودية. بس البطولات المحلية إن شاء الله الاتحاد كل البطولات. أنا آسف إن شاء الله كل بطولات الاتحاد مع إنه الدوري مرة صعب. الله كريم ما في شيء ما في شيء. أوكي تدخل عنيف من أحمد عزيز. أوه لا لا كريستيانو 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 هو دخل على الكورة. أوكي صح إنه تدخل مرة قوي بس ترى هو شال الكرة. والله شاك كريستيانو أحمد عزيري. كريستيانو يا حبيبي هذه كرة قدم لا تسوي فيها قافل. جاتك إصابة لا قدر الله برضو لا تسوي فيها قافل. كرة قدم فيها التحامات فيها إصابات لا تسوي فيها زعلان. ماني انت لو جالس سينما مكاديلس ايش الجلسة هذه؟ الغنام الغنام تلسكا. الله الهدف يا اخوان من اليسار لليمين ومن اليمين لتلسكا مرة اخرى على الباب. يا الله كاسر اليوم مرة زعلان مرة قافلة معاه ما ادري ايش. الله الله يا عرضية ايمن يحيى لتلسكا ما زبطت وجات عرضية الغنام لتلسكا نفسه ويحرز الهدف. شو شوف ايمن يحيى لتلسكا لكن ما زبطت العرضية الصراحة لكن جاء غنام. ابشر يا تلسكا ابشر شيل واحد عرضية بوب هدف. الله عليك يا نسراوي يستاهلوا يستاهلوا يستاهل الجمهور العالمي. انهى الحكم المباراة بفوز النصر باربع اهداف مقابل هدف للرياض. الف مبروك للنصر وجماهيره وهارد لك للرياض وجماهيره. وبكذا يكون النصر وصل ل 37 نقطة بفرق بينه وبين المتصدر الهلال 7 نقاط والهلال في صدارة الدوري ب 44 نقطة. اكرر الف مبروك لجماهير العالمي وهارد لك لجماهير الرياض. لايكاتكم واشتراكاتكم السلام عليكم.